السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في الفيديو الخاص بالشغل العملي لبكتيريا الاشيريشيا كولاي. ونتعرف النهاردة عن ازاي اتعرف على بكتيريا الاي كولاي بطريقة صحيحة واقدر اعمل لها تعريف كامل ودقيق. زي ما اتفقنا مع بعض ان اول خطوة من خطوات تعريف اي نوع من انواع البكتيريا هي الجرام ستين. ما تبدأش اي تعريف ولا تعمل اي خطوة ولا تزرع على اي ميديا قبل ما تعرف هل هي جرام بوزيتيف ولا جرام نيجاتيف، لان بمجرد ما بتعرف نوع الجرام ستين بتبدأ تمشي على السكيمة الخاصة بكل نوع. تعتبر بكتيريا الايكولاي من البكتيريا اللي بتكون جرام نيجاتيف روت، اللي بتتواجد على اي خلايا عصوية باللون الاحمر الفاتح اثناء عمل الجرام ستين، واللي بتنضم لعائلة الانتيروبكتيريسي، العائلة الاكبر والاوسع في الجرام نيجاتيف بكتيريا، واللي بتحمل اهم صفاتها الاساسية اللي هي بتكون اوكسيديز نيجاتيف، على عكس معظم انواع الجرام نيجاتيف باسيلاي الاخرى زي سيدوموناس سيريجنوزا اللي بتكون اوكسيديز بوزيتيف. بالمناسبة لو انت هتشتغل الاي بي اي وعملت الجرام ستين وطلع جرام نيجاتيف بكتيريا، بعد كده عملت الاوكسيديز تيست، لو طلعت معاك اوكسيديز بوزيتيف كده هتشتغل بالاي بي اي 20 نون انتيروبكتيريسي، اما لو طلعت اوكسيديز نيجاتيف فتشتغل بالاي بي اي 20 انتيروبكتيريسي اللي بتحدد الانواع المتواجدة في الانتيروبكتيريسي واللي منها الاي كولاي. وكمان بتتميز الايكولاي بان ليها القدرة على تخمر السكريات زيها زي كل جميع عائلة الانتيروبكتيريسي اللي بتستطيع تخمر الجلوكوز، وزي مجموعة الكوليفورمس اللي بتستطيع تخمر اللاكتوز. مش بس الجلوكوز واللاكتوز اللي بتقدر تخمرها بكتيريا الايكولاي، لا ده الايكولاي ليها القدرة على تخمر عدد كبير جدا من السكريات زي المانيتول والسوربيتول والرامينوز والمالتوز والمنوز والأرابينوز والمليبيوز والزيلوز، وبعض الأنواع منها بتقدر تخمر السكروز. فهي تقريبا بتخمر عدد كبير جدا من السكريات وبتحب النهايات اللي فيها أوز، فكل السكريات دي تستطيع الإيكولاي إنها تخمرها، ولكن يظل اللاكتوز هو أهم السكريات اللي بتستطيع الإيكولاي تخمرها، لأن مجموعة الإنتيروبكتيريسي بتتقسم إلى مجموعتين كبار عن طريق قدرتهم على تخمر اللاكتوز، ففي مجموعة بتقدر تخمر اللاكتوز تسمى بالكوليفورمس أو اللاكتوز فيرمنتور انتيروبكتيريسي واللي منها الإيكولاي، ومجموعة تانية لا تستطيع تخمر اللاكتوز زي السلمونيلا والشيجيلا. وعلشان نفس السبب بيتم استخدام اللاكتوز كواحد من أهم العناصر اللي بتتواجد في الأوساط الزراعية المختلفة علشان تقولي هل هو لاكتوز فيرمنتور ولا نون لاكتوز فيرمنتور، زي المكونكي أجار، أشهر وأهم وسط زراعي للجرام نيجاتيف بكتيريا. الوسط الزراعي ده فيه مواد بتمنع نمو الجرام بوزيتيف بكتيريا اللي هو الكريستال فايلوت والبايل سولت، وفيها اللاكتوز اللي بتستطيع تخمره الكوليفورمس واللي منها الإيكولاي، وبالتالي بيتحول اللاكتوز إلى لاكتيك أسيد اللي بيغير البي اتش إلى الوسط الحمضي، فبالتالي شكل الكولني هيبقى لونها بينك، لون وردي بسبب وجود الفينول ريد إنديكيتور اللي بيتحول للون الوردي في الأسيدك بي اتش، فبالتالي الإيكولاي بتظهر باللون الوردي على المكونكي أجار. نفس الفكرة هتتكرر مع الكليد أجار، أهم ميديا لزراعة البكتيريا المسببة للالتهابات الجهاز البولي، فيها برضو اللاكتوز اللي بتستطيع الإيكولاي تخمره وبتظهر من خلالها باللون الأصفر، وكمان الإندو أجار اللي فيها اللاكتوز اللي بتقدر الإيكولاي تخمره وبالتالي بتظهر شكل الكولوني على هيئة بين كولونيز ويز أور ويزاوت ميتاليك شين، والإيوسين ميسيلين بلو الميديا اللي بتظهر من خلال الإيكولاي بشكل في غاية الروعة والجمال، بتظهر على هيئة بيربل تو بلاك كولونيز ويز جرين ميتاليك شين بسبب وجود اللاكتوز اللي بتستطيع تخمره، فالإيوسين داي بيظهر الميتاكروماتيك بروبرتيز، فبالتالي بتظهر شكل الجرين ميتاليك شين ده. وكمان الزيلوز لايسين دي اوكسيشيليت الاكس ال دي الميديا المفضله لزراعه السلمونيلا، الميديا دي فيها اللاكتوز اللي من خلالها برضو الايكولاي بتظهر باللون الاصفر بسبب تخمرها لللاكتوز. فلو انت زي ناس كتيره فاكره ان الايكولاي طالما طلعت بينك على المكونكي اجار وعزلتها على الايوسين ميسيلين بلو اجار ميديا وطلعت جرين ميتاليك شين يبقى كده البكتيريا دي ايكولاي وانتهى الكلام، لا الكلام ده غلط تماما. الميديات اللي ذكرتها دي بتقول لك حاجه واحده فقط، بتقول لك ان البكتيريا دي بتقدر تخمر اللاكتوز، ما تاخدش منها اي معلومه تانية.
هي بتقولك ان البكتيريا دي بتخمر اللاكتوز سواء ايكولاي كليبسيلا انتيروباكتر ولا حتى بكتيريا تانية، وعلشان كده لازم يتبع خطوة زرع البكتيريا خطوات تأكيدية لحاجات خاصة بيها، حاجات الايكولاي هي بس اللي بتعملها، زي الخصائص البيوكيميائية اللي بتميز الايكولاي، زي مجموعة الانفيك تيست. ومجموعة الانفيك تيست دي هي مجموعة من الاختبارات اللي بتعرف الايكولاي وبرضه بتفرقها عن الكليبسيلا اللي بتشبهها في كتير جدا من الصفات البيوكيميائية، واللي بتتمثل فيه الاندول تيست، الميسايل ريد تيست، الفوكس بروسكر تيست، والستريت يوتيلايزيشن تيست. اربع اختبارات بيوكيميائية مختصرة في كلمة واحدة، انفيك تيست. اول حاجة تأكيدية للإيكولاي انها بتكون اندول بوزيتيف. بكتيريا الإيكولاي لديها القدرة على افراز انزيم التريبتوفينيز اللي بتكسر الحمل الامين التريبتوفان اللي موجود في الميديا، وبينتج الاندول اللي بيظهر على اساس ريد رينج بعد اضافة الكوفاكس ريجنت بعد التحضين، وفي فيديو في القناة بيشرح الاندول تيست بالتفصيل. تاني اختبار هو الميسايل ريد فوكس بروسكور تيست، وده اختبارين في اختبار واحد، نسكافيه 2 في 1، لان اللي هيعمل ميسايل ريد مش هيعمل فوكس بروسكور، واللي مش هيعمل ميسايل ريد هيعمل فوكس بروسكور. بالراحه كده يا باشا وتعالى افهمك القصه علشان الناس ما تتلخبطش. التحليل ده باختصار بيقيس قدرة البكتيريا على تخمر الجلوكوز اللي هو متواجد في الميسايل ريد فوكس بروسكور تيست، فبالتالي البكتيريا اللي هتقدر تعمل تخمر لكل الجلوكوز اللي موجود هتديلي احماض قوية هتنزل البي اتش الوسط حمضي زي الايكولاي اللي بتستهلك كل الجلوكوز اللي موجود في الميديا وبتحوله البيروفيك اسيد في خلال عملية الجلايكوليسيس، فلما تضيف الميسايل ريد انديكيتور هتلاقيها تحولت للون الاحمر. بيقولك الميسايل ريد انديكيتور ده تحت بي اتش 4.4 بيتحول للون الاحمر، فده دليل على ان الايكولاي استهلكت كل الجلوكوز وتحولت لحمض قوي وبقت ميسايل ريد بوزيتيف. ومن هنا ممكن نسأل سؤال في غاية الجمال، ليه بعمل اختبار الميسايل ريد طالما ان كل عائلة الانتيروبكترياسي بتعمل تخمر للجلوكوز؟ اكيد كل عائلة الانتيروبكترياسي بكترياسي هتكون ميسايل ريد بوزيتيف. الحقيقة مش كده يا صديقي، لان مثلا بكتيريا الكليبسيلا اللي بتشبه الايكولاي في كتير من الصفات البيوكيميائية واللي برضو بتستطيع تخمر الجلوكوز زيها زي الايكولاي وزي كل عائلة الانتيروبكترياسي بتكون ميسايل ريد نيجاتيف، لان تخمرها للجلوكوز مش بيكون بنفس قوة وسرعة تخمر الاشيريشيا كولاي، فدرجة الحموضة اللي خارجة من تخمر الجلوكوز لأحماض بتكون أعلى من 4، فبالتالي الميسايل ريد هيكون نيجاتيف ومش هيتحول للون الأحمر، وده نتيجة ان الجلوكوز ما تحولش كله الأحماض ودخل في باس واي اللي اداني في الآخر الى أسيتوين اللي بيتم التعرف عليه عن طريق الألفا نفسول والبوتاسيوم هيدروكسيد اللي هو الفوكس بروسكور ريجنت، وهيديني ريد كولر او بمعنى آخر فوكس بروسكور بوزيتيف. فبكده هيكون الايكولاي ميسايل ريد بوزيتيف وفوكس بروسكور نيجاتيف، على عكس الكليبسيلا اللي هيكون ميسايل ريد نيجاتيف وفوكس بروسكور بوزيتيف. اخر تحليل في الانفيك تيست هو الستريت اوتلايزيشن تيست. بيتم اضافة الستريت كمصدر وحيد للطاقة في الميديا زي ما موجود في السيمون ستريت اجار، والميديا دي في الغالب بيكون لونها اخضر. لو حصل ان البكتيريا استهلكت الستريت المتواجدة في الميديا بوجود الانورجانيك امونيوم سولت، البكتيريا اللي هتنمو عليها هتحول الستريت الى بيروفيت اللي هتتحد مع الامونيوم سولت، وهيخرج الامونيا اللي هترفع للقص الهيدروجيني الى وسط قلوي، فهيتغير لون الميديا من اللون الاخضر الى اللون الازرق بسبب وجود البروموسايمول بلو انديكيتور. الايكولاي بقى لا يستطيع استهلاك الستريت كمصدر وحيد للطاقة، فبالتالي بيكون ستريت اوتلايزيشن نيجاتيف، فبالتالي مجموعة الانفيك تيست في حالة الايكولاي هيكون بوزيتيف اندول، بوزيتيف ميسايل ريد، نيجاتيف فوكس بروسكور، ونيجاتيف ستريت اوتلايزيشن، على العكس تماما مع الكليبسيلا اللي هتكون اندول نيجاتيف، ميسايل ريد نيجاتيف، فوكس بروسكور بوزيتيف، وبوزيتيف ستريت اوتلايزيشن. والكلام ده مع كل انواع الكليبسيلا ما عدا الكليبسيلا اوكسيتوكا اللي بتكون اندول بوزيتيف.
زي ما اتفقنا قلت لك انك ما ينفعش تحكم على الايكولاي من نموها على المكونكي اجار او الاي ام بي اجار او اللاكتوز اجار، بالرغم انها ممكن تكون خلاص حاسس ومتاكد 1000000% من وجودها، لان ده بيقولك ان البكتيريا دي بتعمل لاكتوز فيرمنتيشن فقط. الا ان في بعض الميديات بتاكد وبتحسم الامر في تعريف بعض البكتيريا بنوعها، زي مثلا الحاجات اللي بتعملها البكتيريا دي بس، زي مثلا البايل اسكيولين اجار، ودي خاصه بالانتيروكوكاي لانها من البكتيريا القليله جدا اللي بتنمو على الميديا دي باللون الاسود. وزي الموديفايد ساير مارتن اجار، الميديا دي خاصه بالنيسيريا فقط لان فيها كميه مضادات حيويه بتمنع نمو اي نوع ما عدا النيسيريا. وعلى نفس الاساس ده بعض الميديات حاليا خصوصا اللي بتكون كروموجينيك بتدعم وتحسم الجدل في تعريف الميكروبات، زي في حالة الايكولاي اللي ممكن نحسم نموها على التي بي اكس كروموجينيك اجار اللي بيتم من خلال التعرف على الايكولاي خصوصا في شركات الاغذية، وده بسبب افراز الايكولاي لانزيم مهم جدا وهو انزيم البيتا جلوكورونيديز اللي بيكون هايلي سيلكتيف للايكولاي واللي بيكسر البيتا جلورونايت، وهي عبارة عن كروموجينيك ايجنت واللي متواجدة في التي بي اكس ميديا، وهي السبب في ظهور الكولونيز باللون الازرق المخضر بلو جرين كولونيز. ونفس الفكرة في الام يو جي كالتشر ميديا واللي بتحدد قدرة الايكولاي برضو على افراز البيتا جلوكورونيديز انزيم، ولكن الميديا دي بتكون فلوروجينيك ميديا اللي بتسمح بظهور الايكولاي بلون ازرق لامع برايت بلو اثناء تعرضها لليو في لامب، وده بيحصل مع كل انواع الايكولاي فيما عدا الانتيرو هيموراجيف ايكولاي او 157H7 التي لا تستطيع افراز انزيم البيتا جلوكورونيديز. وكمان الايكولاي برضو نقدر نفرقها عن الكليبسيلا في انها بتكون بكتيريا متحركة موتايل عن طريق الموتيليتي تيست، وكمان بتكون كاتاليز بوزيتيف وتقدر تعمل نيتريت ريدكشن. بكده اكون وصلت لنهاية حلقة النهاردة، اتمنى يكون الفيديو عجبكم، لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، والسلام عليكم ورحمة الله.